ونين هادو لي قامة صحيين، هادو الفيتامين اللي بدك يشرون بقى كامل جانا هنا. الله يبارك ليسونسيال عافيتكم مزيانة. اللهم بارك مشيتو والزهر صح. اهلا وسهلا، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير؟ طلبوا الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد وروتين جديد. اليوم معايا الزوج ديالي في الكوزينه هو اللي غادي يطيبنا. اهلا شاف. السلام عليكم، تحياتي جميعا. ها انتينا الشيف، اش كتعدلنا؟ كنعدلكم فريت ببطاطا حلوه. غنعملوها في القلايه الهوائيه اير فراير. لا لا، اجي داكشي غايه مدخن، اجي مدخن. وبطاطا تاع عاديه تما؟ بطاطا عاديه تما جنعملها، غادي بغيت غير نزوق بها والسلام. انت مزيانة؟ اوكي. اش كتجيبي خير؟ كتجي واعره. هادو الوليدات. هادو الوليدات الشلاضة عندكم باش كتجيهم ساهلة ياكلوها. عدت لهم هنا نعمل لهم قطيبات الوليدات الصغار ما كياكلوش النمول، انا عملت لهم النمول، هما غنعمل لهم قطيبات ديالهم هيدا غياكلوهم مع الشلاضه. وهنا عدلتها هو الطنجره ديال الليمون. ما شاء الله والله. شنو كيفاش عدلتيها؟ عدلت لها هذه، عملت لها القوام ديال هذا البصل فيها مخلط كلشي، عملت شويه ديال البصل قليته، وعملت له مع زيت العود شويه ديال الابزار شويه ديال الكيمون. متي الزبده؟ الزبيده حتى هي عملت شويه. شحاتي اذا الزبده مع شويه ديال البصل، شحاتي مع هاد الشلاضه هادي اللي كتجي مع ليمون. كتجي مع ليمون فيها الجعده، فيها الكرافس، كيسير خوشي ديالها هادي. برافو ليوا. كتجي بالنواره صافي، كاين غير الابزار قلتي وشويه ديال الليمون وشويه ديال الملح. صافي، الابزار الليمون الملح، باش كتجي خفيفه. كتجي خفيفه وتا برافو. حتى هاد الشوربه كتجي مزيونه ملي كيطلق ليمون. كيبقى يسمى الذوق ديالها ملي كتشرب مرق ديالها بحال داكشي ديك المرق كيجي. حتينا في البحر. ايوا حتينا في البحر ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. مرة مرة كنحرك باش نكرونو مشي صافي، يعني من غير هكذا كنحرك شوية واش كيطيب كيطيب لي فوق كيولو تحت شوية. دغيا كيطيب. دغيا غير لافابور كيطيب نورمالمون، حق كيعجبني أنا يكونو هكذا. بعد ما غسلناهم وكلشي راه المراحل راه ما صور حتى شي، سمي تغسلو كلشي عادي. أوكي. شي حاجة مستوى. هنايا غادي نعملها إن شاء الله في إير فراير، غنعملو نبدا بهم الأولى. دابا غنفينيسيون عندي هنايا فريت كنقطع رقيقة باش كطيب دغيا، وما كتجيكش غلاية. بطاطا حلوة دغيا كطيب. أنا كيعجبني هيدا ملي كنعدها كتجي واعرة من هيدا شوية. كنعمل هداك اللعيبة هيدا هيدا. معلم. ما شاء الله. ما تملى لا ملاح لا والو، لا زيت لا والو. حتى كتكون بجوج. تملى الفخيت. عندك لي فخيت هنا الاولانيه، واذا بغيتي تعمل كويسون ناقصه كويسون كتخليها من بعد ترجع تاكلها. كتعمل غير ماتش كوك، كتخليها ناقصه طياب. هنا كتعمل سمارت فينيش، زعما كطيب ماكله مره واحده. هنا كطيب هذا السيستم ديجا معدي على فريت وعلى كلشي، على الحوت، المهم سيستم واحد. كنجي هنايا كنعمل ستارت ديجا لا تومبيراتور، انا كترقليها فين كطلع ولا كتهبط، انا نطلع معكم لا تومبيراتور ديال كوتي دغوت ولا هابطه. هي ديجا بروغرام. انا عندي عدلتها ديجا، عندي 15 مينوت دو تياب و 200 دوغري الوحده في الوحده. غير ما ستارت دابا غادي طيب بجوج بيهم، الاولى والثانيه، لا فاز دو لا فاز ان فاز دو، كطيب بجوج بيهم. برافو. كتسنى 15 مينوت هي كتطفى راسها، كتطفى راسها وكتعمل لك الاغ اللي تفاز. بغيتي تزيد حتى 30 مينوت كتعمل 30 مينوت، كل مره كتعملها دو فوا. بغيتي طيب حاجه ديالك زايده كتعمل 30 مينوت. اوكي. كتعدل الوليدات. والله بغيت نعمل لهم هاد جوج ديال البروشيت باش ياكلوهم، غادي نزيدو هاد بلونشا كطيب دغيا. واه خليتهم غير في لاكريس ديالهم، غادي يطيبو بيدهم. داكشي اللي عندهم غادي ما نعملش الزيت، لان كنحيدو الكراسة ديما بحال اللي قلت لكم. فين وصل فيها الشاف؟ انا كنعملو كويسون دابا، فاس فينال ديال الكويسون ديالها. اش كتعمل؟ دادوش كتعلم تمشي. دخلت مع رصاصه فرايرها فريت ديال البيضه عاديه، من بعد نبدل شويه الملح. خرجنا هنايا هي فنيه
كاينه فريت هادي وكاينه عندنا بطاطا حلوايه اللي كتجي مزيونه شويه، معليش هادي واحد الساعه هادو مزيان شويه عامله شي وجات بقى مشوعره. وهادي بطاطا حلوه اللي طيبنا ما شاء الله شكيف جاتها عندك سخون هادي وعاد طابت ها مو طالع منا اللهم بارك. يلا عاد نمشيو ناكلو في يد بسم الله وانت هو مع راسك عاود ها من سينا صالي سكري ها كيجي هادشي مزيون كيري تيب حمق فوالا هاديك الساعة كيفاش كتجي حلوة وجربوها عندكم جربوها واه كتجي مزيون صافي الفضاء اللي عندكم مع بطاطا عادية حلو تجي مستوى شكرا لك باش ما نضيعوش هذا عاود ياك روح نعطيو ضوء هذاك الجو مزيون هادشي سخون اللهم بارك انت كيجي واعرين هيدا غناكلو كلشي والعين كتاكل كثر ويكل هيا بصح هيا هذاك شنو هذا؟ الفيل عطيني بزاف ديك من أيوة. كتقشرها ما كيبقى فيها والو هذا غير ديك الصومبه هو اللي كي الشوط ديالو اللي هاك معمر الدنيا وسهل وي اللهم بارك شي هو ديال البحر فالنتينا في البحر البحر من عندك مزيونين هادو اللي قامة صحيين هاد الفيتامين اللي في ديك الشرومبه كامل جانا هنا سبحان الله هاد الدا كاملة هنايا ها بالصحة والراحة نعملنا لكم هنايا ها شي هي واحد زيونة طويجان ديال الشرومبه يمول ها انتوما خوتي لدة ها ما شاء الله بسم الله المهم هادي بحال لاقات بحال لاقات والزمن هادي ها هي فين هي الشرومبه كتجيني هنا في شتيتو وزها صحة مرق ما شاء الله جميل يلا جبتي لي الجوع اللهم بارك منعشة الصحي بحال انت نقع ما لقد بحا فيهم سبحان الله فهمتهم صحة والعافية سهل عمت هذيك الإقامة مزيونة جات هكا ودي خير ما لقد بحا فيهم راهي كتعجبك بك كيعجبك السغنبة عيش اي سوك لا عجبك هادي عمل لها هيدا العدل راه في ديك تاع كوزيك تاعها دابا هما شي شنو عيد اه تاكل كاو هذا تاكوس مكسيكي يا كريمه وي تي اختي شنو عملتي فيه J'ai commencé par la sauce lumpia. Sauce lumpia. Après, j'ai mis du maïs, quelques tranches de tomates, du poulet et de la dinde, et voilà. Waouh! Saha! Rien que tu as, je peux le Saha! Et bah, bon appétit, chef! Ah, merci, maman. Je vais vous montrer ce que je vais صحتك شنو بقى عندنا لهم باربيكيو ديالهم ياكلوهم وحنا كناكلو الحوت هنا مع الفريت وبطاطا حلوه واه والسوبا باينه الصحة. الأكلة خفيفة.
إذا خصك ما يونس هاجي هات عندنا في الخريج. حدا راهي حدا إينس. بالنسبة واحد جوج قنوات هما اللي غادي نهضر عليهم اليوم، تيعطيونا وصفات تبارك الله عليهم. عندك قناة أم ياسر وعالم حنان للوصفات، هذا تبارك الله عليهم ما شاء الله. قناة أم ياسر معروفة بالفطائر والمملحات وحتى الحلويات، يعني الفطائر الحلوة والفطائر المالحة. وعالم حنان للوصفات كتجيبنا الشربات، كتجيبنا من كل بقاع العالم، كل مرة شنو شنو شربات تبارك الله عليها كتجيبنا. كنتمنى تدخلوا عند هذه القنوات هذو تا هما كيعملوا مشاهده صادقه اخوتي. غادي ننزل لكم ان شاء الله لليان ديالهم في اول تعليق، ودخلوا اخوتي عندهم. فوالا هادشي اللي كاين. عندك شي اضافه؟ صح، المحتوى اللي كيبان نقي وعنده مقتطفات من كلشي، كيبان ديما مزيان في التصوير ديالو كلشي، وما جوج ديال القنوات كيعجبوني انتينا. دونك سبحان الله كنشوفهم كنمشي بجري لهم، انا كيعجبوني الطريقه ديال التصوير ديالهم، داكشي كيبان واضح، كيصور الحجم ديالنا مادام كانوا الاضاءه مزيانه، كيعجبني كيفاش كيعملوا داكشي. ديما عندهم الجديد، ديما الجديد كينوعوا من كل فن طارق. مادام كان برافو تبارك الله عليكم. حتى نتوما هذا خصو يستافد من هذا، وهذا خصو يدي من هذا. هذا هو ان فضلنا بعضكم على بعض بالنهايه فليتنافس المتنافسون، يتنافس مع بعض، المنافسه ماشي حرام. مادام والغبطة هي ماشي حرام، الحسد هو اللي مذموم. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قالنا الحسد مذموم والغبطة محمودة. الغبطة شنو هي؟ الغبطة وهي الحاجة اللي عندك الإنسان المسلم كتمنى في حال اللي عنده يجي عندك هو الله سبحانه وتعالى يخلي له داكشي اللي عنده. أما الحسد لا، العكس، كطلب داكشي اللي عنده يزلو ويجي لك بنتينا. هذه اللي نهانا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. هذا هو، تحابوا مع بعضكم وبغيو الخير لبعضكم، وكلشي راه يمشي لقدام إن شاء الله. واللي غياكلوا جوج ياكلوا ثلاثة، اللي ياكلوا ثلاثة ياكلوا أربعة، الحمد لله كلشي موجود. كانت واحد المائدة النبي صلى الله عليه وسلم كان عرض الصحابة ديالو، وجاو ودخلوا عندو الدار، وكان عاملين طعام سكسو. الزوجة ديالو قالت له ما عنديش من كلشي، ما نقدرش نكد الناس كاملين اللي جبتي. قال لها غير حل نزل الطعام وصافي. قال لها عمل الطعام أنا نجي عندك من الكوزينة. سبحان الله عرفت سكسو، هو عمل غير ديك السكسو يدي حرة كيدو فيه، وعطى البركة كلاو ديك الناس كاملين، وشاط شاط تبارك الله. أنا علاه كنقول لك السكسو فيه البركة، كيزكا ديما كتعدلو كيتنفخ كيزكا كيزكا، هاديك الدعوة ديال النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا ما كان الإخوة ديالي، القناعة هي كلشي، هذا هو الصفة ديال المؤمن، هي القناعة والشبع. صحيح. هذا ما كان. فوالا أخوتي غادي نكملو إن شاء الله الغدا ديالنا، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، جيت معاكم في الفيديو خفيف ظريف. كنتمنى يعجبكم. فوالا الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه. باي باي. تشاو. مع السلامه. باي باي. باي باي.